الحمد لله. في حلية الأولياء أن رجلا كان جالسا مع زبيد اليامي يقول: أتاه رجل ضرير يريد أن يسأله، يعني استفتاء. فقال له زبيد: إن كنت تريد أن تسألني عن شيء فإن معي غيري، لأن الضرير لا يرى. وهذا من جميل الأدب ولطيف التنويه لينتبه السائل. وهذا أحيانا نفعل، نحن نفتح مكبر الهاتف الصوتي وفي المجلس ناس لا يعلمهم المتصل وربما يبوح بأسرار، فلنتق الله.